الفعل القهري أو الفعل القسري هو عبارة عن سلوك مضطرب ناتج عن مشاعر أو أحاسيس تسببها مجموعة من الأفكار الوسواسية الملحة، وهذا الفعل القهري هو استجابة حسية للتخلص من هذه المشاعر. مثلا عندما تتعرض لنوبة هلع مصاحبة لضيق في التنفس تصاب بالذعر وتقوم بالتنفس بسرعة، لكنك تحس بالاختناق ومع ذلك تبقى تتنفس بسرعة ولا تستطيع السيطرة على عملية التنفس، فيزداد خوفك فتقوم من مكانك مذعورا. هنا الفعل القهري الأول هو التنفس بسرعة والفعل الثاني هو الوقوف من مكان. أيضا الشعور بصعوبة البلع سبب في نوبات الهلع، والفعل القهري الذي يقوم به المصاب هنا هو محاولة بلع الريق لكن يحس أنه لا يستطيع البلع. وهناك الكثير من الأمثلة على هذا الشكل، مثل تكرار الوضوء، التأكد من غلق الأبواب عدة مرات. لكن في هذا الفيديو بالتحديد سنتحدث عن السلوك القهري تجاه نوبات الهلع والخوف. هذه الحالة من نوبات الهلع والذعر سببها السلوك القهري الذي تقوم به. ما هو الحل إذن؟ سأشرح لكم ما هو الفعل القهري وكيف تتجنب القيام بهذا السلوك للسيطرة على نوبات الهلع، لكن ركزوا معي جيدا لتفهموا جيدا الفعل القسري أو الفعل القهري. هو محاولة الهروب وتجنب الأفكار الوسواسية الملحة والمتكررة، أو تجنب عرض من أعراض نوبات الهلع. وتمنع القيام بفعل قهري أثناء الإصابة بضيق التنفس أثناء نوبة الهلع والخوف بوقف التنفس للحظة والتركيز على التنفس ببطء عن طريق البطن، وتمنع القيام بفعل قهري عند الإحساس بصعوبة البلع بالتوقف عن عملية البلع أو على الأقل تأخير عملية البلع. يجبرك دماغك على القيام بأفعال قد تكون لا ترغب فيها، وهذه الأفكار الملحة والمتكررة هي تدفعك للقيام بالفعل القهري، وتشعر بالراحة لفترة محدودة وتعود الأعراض أو تعود النوبة مرة أخرى. الامتناع عن القيام بالأفعال القسرية هو الطريق للعلاج، لكن بدون محاولة التخلص من الأفكار الوسواسية أو مقاومتها، أي يجب تقبل هذه الأفكار وتجاهلها في بعض الأحيان. هذا يقزمها ويجعلها تتلاشى مع الوقت. وعن طريق التعرض وعدم الاستجابة أو تأخير الاستجابة، وذلك عن طريق وضع فترة زمنية بين التعرض للنوبة وبين السلوك القهري الذي تمارسه، وفي كل مرة تعمل على زيادة الإطار الزمني إلى أن تستطيع منع هذه الاستجابة نهائيا، أو التصرف بوعي والامتناع عن هذا الفعل بكل صرامة. توقف فورا
عن الاستجابة للأفكار الوسواسية عن طريق الأفكار عن طريق الأفعال القسرية. عندما تحاول طرد فكرة وسواسية هو سلوك قهري. الفعل القهري يغذي الأفكار الوسواسية ويحفزها ويجعلها تتكاثر من نفس النوع، وسمي بالفعل القهري لأنه يقهرك ويجبرك ويغصبك على القيام بأفعال لا ترغب فيها. لذا راقب نفسك وتصرف بوعي، ولنا موعد آخر في لقاء آخر بحول الله.